ومن باريس ينضم إلينا عبر خدمة سكاي مراسل غد أحمد كيلاني. إذن أحمد، ما هي طبيعة الاتفاقات التي يمكن أن تكون موجودة بين الشاهد وكذلك الرئيس الفرنسي، إضافة إلى جدول الأعمال خلال وجود رئيس الوزراء التونسي هناك في باريس؟ نعم، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم، ولكن حتى الآن لم يصدر بيان عن مضمون هذه المباحثات بين الطرفين. وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، مباحثات ماكرون مع يوسف الشاهد ركزت على ملفين أساسيين. الملف الأول هو ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم يوم أمس توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين لرفع التعاون الأمني بين الجانبين. أيضا الملف الثاني هو الملف التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الشاهد كان قد التقى يوم أمس مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب، وتم التوقيع على 5 اتفاقيات للتعاون. تشمل هذه الاتفاقيات إنشاء جامعة فرنسية تونسية، والتعاون في مجال النقل الدولي البري للأفراد، وتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع تحديث الخدمات الصحية في منطقة سيدي بوزيد، ودعم البرنامج الوطني الصحي عبر استخدام المعلوماتية في تونس. الشاهد أيضا أجرى عدة لقاءات خلال زيارته إلى فرنسا. أجرى لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كما التقى عدد من الجاليات من أبناء الجالية التونسية في فرنسا أيضا. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معي من باريس عبر خدمة سكايب على كل هذه المعلومات.